كيلتحق بنا الأخ الشريف رشيد المراني، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم رشيد الشريف المراني علاوي. كذا الإخوان والأخوات مجموعة قدماء جنى الحرشي بن دباب الأساطير والأسطوريات. أنا بدوري غادي نشارك معكم في هذا الموضوع ديال التعليم بواحد الفكرة بواحد المنظور متواضع بسيط الحياة اللي عشتها أنايا من الصور ديالي في مجال التعليم. الصور ديالي كنا دخلنا للجامع. الجامع هو اللي دابا تعيطولو المسيد، تعيطولو الكتاب، وهاد المسيد كانوا تعيطولو الناس المدينة هما اللي كيعيطولو المسيد. وهاد الجامع هذا كان 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 الدور ديالو علينا واحد الدور مهم جدا جدا جدا، لانه هو القاعده ديال داك الطفل او الطفله. من تماك تيجمع الرصيد ديالو. بحالاش فهاد الجامع هذا تعلمنا الحساب عن طريق القلب. وهاد الحساب جميع العمليات، عمليات الطرح وعمليات الجمع، عمليات الضرب، عمليات القسمه عن ظهر قلب. وتعلمنا الكتابة ديال الحروف، لأن شنو تيخصنا لهذا الجامع هذا؟ كان تيخصنا غير لادرواز والطباشير صافي، هادشي اللي تيخص، ماشي قوة الكتوبة وقوة هادي، لا، غير لادرواز والطباشير. كنا في ذاك لادرواز كنتعلمو كتابة الحروف، كنا كنتعلمو كتابة الأرقام. وتنضيف بأن الحروف ديالنا والخط ديالنا أنا ذاك، وتنقولها من هذا المنبر بأن الأكثرية ديال الإخوان ديال الستينات والسبعينات كان عندهم واحد الخط جميل. ومناش لأن كنا كنتعلموا الكتابة إما في الألواح وإما في الألواح الخشبية عن طريق كتابة الآيات وكتابة الصور والحفظ عن ظهر قلب بالسماق وداك القلم ديال القصاب، وكان عاوتاني نمسحوها ونديرو الصلصال ونشمشوها وعاوتاني نرجعو. وفي ذاك الوقت رفقي، كناش نقولو المعلم، تنقولو رفقي. رفقي كان تيسطرنا اللوحات باش نمشيو على الخط وتنكتبو بعض الآيات وبعض الصور الصغيرة. وفي ذاك الوقت كان كيتزيننا الخط ديالنا. هذا من جهة. فيما تيخص التسجيل ديالنا للتعليم الابتدائي، ما كانش الجامع هو اللي تيسجلنا، لا، كانوا اولياء ديالنا، الاباء ديالنا كانوا كيديو الحالات المدنيه وتيمشي يسجلونا في المدارس اللي كانت قريبه للحي ديالنا. انا كنت قريت في مدرسه بن دباب اللي كانت بن حزم قديما، ورجعت بن دباب، ودابا حاليا ابن باديس، في الستينات، في 1964-65. هذا من جهة. ومن كيسجلنا في الابتدائي كنمشيو نسجلو في الأقسام الابتدائية، وهي التالي كانت تحضيري، كان القسم الثاني كنعيطو له الرابعة، كان القسم الثالث كنعيطو له الثالثة، وكان القسم الرابع كنعيطو له الثانية، وكان القسم الشهادة. وكان الشهادة هي الشهادة في ذاك الوقت، لأن الشهادة راه كانوا الناس توظفوا بالشهادة، وظائف لا في الصحة ولا في التعليم ولا بزاف ديال، ولا وظائف في السلطات، كانت ديك الشهادة عندها شان واش من شان. وعندك الشهادة ما كناش كندوزو في المدارس ديالنا، المدارس ديالنا ما كندوزوش فيها. أنا كنعقل على راسي دوزنا في واحد المدرسة ديال أكدال، جيت مخبزة القيروان حدا النادي ديال المغرب الفاسي تماك، وكانت الشهادة عندها حد مستوى عالي وعالي جدا. ومن بعد الشهادة كندخلوا للتعليم الثانوي، وكان دابا اللي قسموا التعليم الإعدادي، وزعما ما كانش حد عنده التعليم الثانوي، مشينا للثانوية.
ومي كندخلو في واحد اقسام الملاحظه، كانت لي كلاس دو اوبسيرفاسيون، كانوا كيديروا عنا بريجي سي او، كان سي او 1 سي او 2 سي او 3 سي او 4 يا هادي. مازال تنعقل انايا كنت تنقرا في سي او 2، وكنا تنعيطوا له تيعيطوا لنا نتوما في القسم ديال الغاز كربونيك، لان داك لا فورمول تاع سي او 2. ومي كندخلو سي او 2 كندخلو بواحد الباجاج، عندنا واحد الباجاج، باجاج ثقيل هازين معانا، اللهم لك الحمد والله يرحم اللي قرونا، من ناحيه اللغه، من ناحيه الكتابه، من ناحيه الحفظ، من ناحيه المعلومات. بغيت نضيف هذيك اثناء تحضيري والبيت الثاني والبيت الثالث، كان واحد الميول عندنا، ميول ديني، تعليم ديني. شنو هو؟ وهي في ذاك الإبان كانوا عندنا الحصائر في القسم ديالنا، كانوا تتحطوا في القنوتة ديال القسم ديالنا، كل قسم كتلقى فيه حصيرة. وأثناء صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة المغرب، تنحيدوا ذوك المقاعد أو القيماطرات ولا الطاولات، وكنفرشوا ذاك الحصيرة، وكنأديو الصلوات، إما صلاة الظهر وإما صلاة العصر وإما صلاة المغرب. أما صلاة الفجر وصلاة العشاء هذيك كنصليوها في الديور ديالنا. وفي نفس الوقت تعلمنا المعلم ديالنا الله يرحمه كيفية الوضوء والدعاء أثناء الوضوء، وكيفية الصلاة، وكيفاش غادي نصليو بالفاتحة والسورة والأدعية عند الركوع والأدعية عند السجود. زعما كان ذاك الوقت، هذه نوع من التربية الإسلامية، وما أدراك ما التربية الإسلامية اللي تفقدت أنا دا اللي تفقدت حاليا، وكانت ليها واحد الدور فعال في تربية الطفل ولا الطفلة. هذيك التربية، لأن كنا من ناحية المواد كنا كنقراو التربية الإسلامية والتربية الوطنية، وهاد جوج المواد تربيو داك الطفل ولا الطفلة كيفاش يكون صالح في المجتمع من الصغر ديالو حتى الكبار ديالو. ولذلك ما تلقاوش بعض الأطفال منحرفين بحال اللي واقعين دابا حاليا، كاين انحراف في الطفولة حاليا، لا خلقيا ولا اجتماعيا ولا، لأن الدور ديال ديك التربية الإسلامية والدور ديال التربية الوطنية كان عندهم واحد الدور فعال وممتاز، وتعطي الثمار ديالو خاصة للمجتمع. من مور الشهادة قلنا كنمشيو للسي او 2، كنمشيو للملاحظة، وما أدراك ما الملاحظة آنذاك. وفاش كنا في الابتدائي كانوا تعلمونا حب المطالعة، كانت عندنا كل قسم عنده خزانة وفيها مجموعة ديال الكتب ولا قصص، وكنا تنكريو ديك القصة بواحد الريال ولا جوج دريال، كنخليها أسبوع كتمشي تقراها، ومن كتجي كدير ملخص ديال ديك القصة لك المعلم ولا معلمة. ها هو الرصيد اللغوي كيتنمى عندنا، وفي نفس الوقت كتحسن كتابة موضوع، كتعرف تكتب موضوع ولا تعرف تكتب إنشاء، ولا كتعرف تشكل قطعة، هي بطريقة غير مباشرة. إيوا، واش غادي نقول لك، في ديك الدراسة ديالنا ديال الابتدائي كان واحد المطالعات لهم دور مهم، ألا وهي مطالعة أحمد بوكماخ وما أدراك ما أحمد بوكماخ، والمطالعة بالفرنسية ديال واحد الكتاب ديال بيان لير وكومبروند وما أدراك ما بيان لير وكومبروند. وكتلقى بأن التلاميذ عندهم واحد الرصيد غني وممتلئ،
واحد المعلم له كفاءه تهو عجيبه وكفاءه مملوءه بالمعرفه، وكيفاش تيوصل وتيبلغ لذاك التلميذ ولا التلميذه، كتلقى عنده بواحد بصفه عامه كتلقى عنده واحد الباجاج اللي كان فقدوه الان بعض الاطور ديالنا سامحهم الله، ماشي الكل. كتلقى معلم ولا استاذ ومسكين خاوي ما عندوش الباجاج، ما عندوش رصيد لا لغوي ولا تعبيري ولا سواء في عربية أو الفرنسية. والإخوان والأخوات، هذه واحد الفكرة بسيطة متواضعة عند أخوكم الشريف المراني العلوي. هو وإحنا يا مع النقاش، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا الأخ رشيد المراني علاوي على التدخل ديالك القيم، بارك الله فيك. المرجو أنك تبقى معنا في الاستماع. الآن هناك تدخل ديال الأخ سعيد زهر، تفضل. السلام عليكم أيها الأساطير المأسطرين، تبارك الله عليكم، وليتكم سعيدة وتبارك الله على الحوار ديالكم. غير بغينا نذكروا بأننا احنا معاكم في الاستماع، ويعني الحمد لله تلاجينا ندخلوا بشي مداخلة. الإخوة الله يجازيهم بخير، راهم يعني كيتداخلوا بمعنى يعني الكلمة، وتبارك الله الجميع ونحن معكم في الاستماع، وللحديث بقية تبارك الله الجميع. ونحن كذلك أخي سعيد زهار كنشكرك على هذا المداخلة ديالك، وقلت كلمة طيبة في حق المجموعة والساهرين على هذا البرنامج. الآن معنا كيرجع المداخلة الأخ دريس المختاري، مرحبا. خويا مصطفى تبارك الله عليك، أنا هذا الموضوع أقسم بالله إلا راني كنصنت له دقة بدقة، درجة بدرجة، وكنستافد ماشي ما كنستافد شيء، لأن هذا الشيء ديال التعليم راه حنا عارفينه في المغرب شنو كيسوى عندنا. غير يكون في علمكم غادي نقول لكم أنايا بالنسبه لي كما قال رشيد الشريف، انا هادشي اللي قال رشيد الشريف كله عشته في الصغر، انني القصص اللي كنا تنكريو في المدرسه وكنا بزاف ديال الحوايج. غير اللي يكون في عليكم كنحيي من هذا المنبر الاستاذ ديالي السي محمد حسي، قريت انا وياه في المدرسه ديال الفقيم كوار. انا سنقول لكم الهيبه اللي كانت عند المعلم ديالنا، وماشي حتى المعلم غير الحارس ديال المدرسه، كنا كنعطيوه قيمه يعني كنتصوروه بحال الوالد اكثر من الوالد ديالنا. انا كنت شويه مشاغب ما نكذبش عليكم، لا انا ولا السي خالد فاكر بهذا المنبر حتى هو راه قرا معنا. انا كنت شويه مشاغب في الصغر ديالي، راه قرا معايا قلت لكم الاستاذ حسي محمد. كنت بحال دابا كندابز، كتعرفوا يا الخوت الى شي واحد قال لي غادي نشكي بك الاستاذ راني ما كنجيش للمدرسه، شتي كنفضل انني يقول لي غادي نشكي بك الباك وناكل سقلام عند با ونستحملها، وما يقوليش غادي نشكي بك الاستاذ لا، لان لا شكا بيا الاستاذ اوتوماتيكمون كيديني عند المدير. وكان عندنا واحد المدير سميتو اغومي لا بقيت عاقل، كيشبه محمد الخامس بالطربوش الوطني جبلي، مي كتدخل لعندو ما كيهضر معاك عارفك دير شي زبله المسطره ديال الحديد وكيحشيها لك ما بين الاصابع وتيبقى يبرد، حتى كيبقى يبرد لك العظم ديالك. حتى كانوا القرايه كانوا تيدخلوها لنا بالسيف، الحارس ديال المدرسه ديالنا كنا كنبوسوا له يديه مي كنشوفوه وكنحترموه. وهذه القرايه كما قال رشيد الشريف، والله سيدي كانت في الصغر. دابا غادي نعطيكم على سبيل المثال الدفاتير اللي كنا كنشريو، كل دفتر كتجبر فيه داك الجدول ديال الضرب من اللور من واحد حتى لعشرة. اليوم كتشري دفتر كتجبر فيه ميسي رولاندو كتجبر فيه يعني القرايه، الا بغيتي تقرا راك غتقرا، بغيتي تفلى راك غتفلى. والاساتذه اللي كانوا تيقريونا الله يجازيهم بخير اللي ماتوا الله يرحمهم ويجلل عليهم الرحمه، واللي مازالين حيا الله يطول لهم العمر وشافيهم، كانوا تيبغيونا نقراو الصراحه الله، حنا اللي ما كناش كنقراو. نعطيك على سبيل المثال
الدراري الطلبه اللي كانوا تيقري كانوا كيوجدوا الباك. كنا حنا كنمشيو حنا صغار وكنشوفوهم حنا ديك الساعه مازال ما ديك الساعه انا تنقرا في القرويين وتنقرا في الطرواز يماني. كنت كنشوف مي كتقرب البكالوريا امتحانات البكالوريا كنشوف تلاميذ تحت البوطوات في الليل يا 12 يا الوحده د الليل وهو جالس تحت البوطو مسكين شعل عليه الضو جالس كيحفظ. وفي التالي مي كينجح ب 11 ولا كاع الا كان شي واحد مخير كاع ب 12 بقوه المواد. اليوم الدراري عندنا كينجحوا ب 17 وب 16 مي كتجبروا ماشي حفاظه هذيك والله ما حفاظه كاع غير بالبورطابل كلشي واصلوا لها سميتو. ايوا هادشي اللي تنقول لكم الاخوان وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا الاخ ادريس المختاري حكيتي لنا بعض يعني الذكريات ديالك في الطور الابتدائي شكرا لك وخليك معنا في الاستماع. الان كيلتحق بنا الاخ الاستاذ السي حميد تغبالوت تفضل. السلام عليكم اخواني اخواتي قدماء جن الحريش بن دباب الاسطوري. سنقول لكم راني استمعت لهاد لي زوديو كلهم تبارك الله عليكم الاساتذه اللي دخلوا الاخوان كاملين. الشريف كان هضر على التجربه ديالو وقاسم بزاف ديال الامور مهمة. الشريف يعني انا كبر منه يعني احنا الجيل ديال الخمسينات. انا ولد 52 بالضبط زيد عليها 7 سنين 59 دخلنا للمدرسه فعلا كان الى ما كان قل من 7 سنين يستحيل تسجل. التجربه ديالي يعني كباقي الاخوان راجنا الحريشي فيها نخبه كبيره اللي فيه تخرجوا اساتذه اللي مات الله يرحمه كاين حماده كاين حمد الدريبي اللي كنتمناو يدخل حتى هو الى كان في الاستماع راه حتى هو راجل من الاطار ديال التعليم. لعب سلام مسير الله يرحمه كان استاذ اللغه الفرنسيه كان مجموعه ديال ولاد جنال الحريشي اللي خلاص كان عندنا وعلى كل حال غادي نهضر انا على تجربتي وتجربتي راه كتشبه التجربه ديال الاخوه اللي تكورس ما كاينش شي فرق. احنا ملي حلينا عينينا لقينا راسنا في المسجد او يعني ما كاينش كي قال الشريف ما كاينش الكتاب الجامع كنقولوا الجامع هكذا. الجامع سيدي قرينا في القصبة ديال بن دباب ما كانش جامع في جنال الحريشي قصبة بن دباب سي حمد رحمه الله من العائلة ديال عبد الرحمن مويني الله يرحمه حتى هو باش نجبدو هاد عبد الرحمن مويني راه حتى هو راه كان يعني من 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 القدماء ديال 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 بن دباب وكان راجل مثقف رحمه الله. لقينا راسنا في المسجد كنقراو باختصار شديد الفترة اللي قرينا في المسجد وجا الوقت باش ندخلوا المدرسة انا وكنقولها بدون مبالغة كنعرف شكون كنعرفنا يعني الفاعل مفعول به وكنعرف يعني فوق الفاعل يعني جميع المسائل اللي كتتعلق بالجملة المفيدة اللي خصو يتصرف اللي خصو يتنصب يعني الى اخره. كنعرفوا نكتبوا يعني الخط ديالنا واضح كنعرفوا نصليو كنعرفوا الاركان ديال الصلاه ونواقض الوضوء هاد المسائل كلها. ملي دخلنا للتحضيري من حسن حظ المعلمين ديال داك الجيل ما لقاوش التماره لقاو راسهم يعني عندهم تلاميذ قارين ما تعذبوش. الان راه الطفل باش نقارنوا الان دابا التلميذ اللي كيبدا الدراسه ديالو راه كيتعذب معاه المعلم باش يعلمو غي يكتب الخطه ديالو غير حروف ويدير بها امثله. حنا دخلنا كنكتبوا الجمله وكان حتى الاعراب كنعرفوه هذا من يعني دخلنا للتحضيري غادي نذكر مدرسة ديال بنو حزم كانت النصر وكانت بنو حزم قبل منها. بنو حزم كان فيها نظام حتى البناية الشكل ديال البناية ديالها شكل أوروبي
كان مقسومة على جوج، بنو حزم للبنين ومدرسة بنو حزم للبنات، ممنوع تشوف البنت ولا البنت تشوف الولد. المدرسة للبنات بالمديرة ديالها بالجهاز الإداري ديالها وخلاص ديال اش غادي نقول لكم. الابتدائي دوزناه يعني بواحد النشاط كبير، جا المتوسط القسم الثاني يا ربي اش كيتسمى، كاين حزم تحضيري الابتدائي الاول، الابتدائي الثاني، المتوسط الاول، المتوسط الثاني، هذا هو، هذه هي الابتدائي. دخلنا سيدي القسم الثاني، بدينا كنتعلموا اللغه الفرنسيه، ما قروناش عرب، قرونا نصارى فرنسيين. راه كيقريك ما كيمكنش يشرح لك بالعربيه باش تفهم، بحال اللي كيوقع الان. انا دابا كنقارنوا اش غادي نقول لكم. ما شاء الله، راه داك بيان لي كومبروندر. وكان قبل منه كان واحد الكتاب راه كان فيه يعني النصوص باللغه الفرنسيه، وهذا فيها تصور. هما هذوك النصارى اللي داروا داك الكتاب كانوا مشوهين بالمغاربه. هذه واحد الخلفيه اني في الساحه ديال لا ريكرياسيون مصورين واحد كيضرب واحد البنيه لابس الجلابه والطربوش، كانوا مشوهين الصوره ديالنا كعرب. هذه واحد الملاحظه بين قوسين، حتى جات بيان لي ريكومبروندر سمح هذاك الشيء، ذاك التخربيق اللي كانوا دايرين. لا لا لا, لا. نسيت العنوان ديال ذاك الكتاب. بالمقابل ديال بيان لي ريكومبروندر، راني نزلت واحد الكتاب ديال المرحوم احمد بوكماخ. انا دابا باختصار نقزنا لقسم الشهاده، راه النصوص اللي كاينه في هذا. انا غادي نبحث على ذاك الكتاب، لان راه عندي شي جوج ما عرفت شي ما عرفتش من شمن مستوى هذاك الكتاب. النصوص مستمدة سيدي من الايام طه حسين، العقاد، المنفلوطي، مجموعه ديال الادباء، فحول الادباء اللي عرفوا ذاك الوقت. وتتصور اني قلت تقرا الاسلوب ديال طه حسين وانت مازال عندك 10 سنين ولا 11 عام. ناهيك عن حفظ القران واستظهار القران، ولا ما حفظتيش راك مهددت كل شويه ديال العصر. يعني كان عندي انا الان عندي موقف من ذاك العصر اللي كلينا حنا، كان شي معلمين كانوا شويه ديال العنف فيهم. على كل حال غادي ننقذ المرحله ديال النساء لينا. فهذاك النظام ديال ذاك الوقت راه كانت واحد القسم ما كتمشيش، ما كانش الاعداديه، كانت الليسي مباشره، ولكن ما بين الشهاده والليسي كان واحد القسم يقولوا قسم الملاحظه، كلاس دوبسيرفاسيون. وانا هذاك الكلاس دوبسيرفاسيون عندي فيها ذكرى ما عمري نساها، غادي نحكيها وسمحوا لي راني طولت شويه. هذه تجربتي، كان الكلاس دوبسيرفاسيون شارع الشفشاوني اللي فيها دابا ديال ذاك القهوه ديال الناس ديال التعليم. كان ليسي تما كيقريو فيه العراقيين والفلسطينيين، وبناو واحد سبعه ديال الاقسام ولا سته الاقسام بحال برارك. تما قرينا القسم السنه الاولى ديالنا منين نجحنا، بحيث كنا كنتغداو تما في ذاك البلاصه ديال ذاك جنان، سميتو جنان سبيل، حديقة لالا أمينة وقيلة سميتها. تما كنجلسو الأستاذ ديالنا اللي ما عمري غادي ننساه، المعلم ديالنا الأستاذ قميرة، أنا مازال كنتفكر هذا الاسم. في المحفوظات أسيدي، المحفوظات أشنو دار؟ هذه مسألة ما كنظنش غادي شي واحد اللي غادي يقول لك لا هذا الشيء ما خصوش يكون ولا كذا، وبالعكس. هذا سيدي جاب لنا القصائد، من بينهم قصيدة اللي كيغني محمد عبد الوهاب، دارها لنا محفوظة، مضنا كجفاه مرقده، حفظها لنا. وجاب قصيدة سمعنا اللحن ديالها، وكيعرضنا صف بصف كنغنيوها قدامه.
شنو كيقول هذا المعلم؟ كيقول لكم اسيدي اللي بغى الفن هذا هو، هذا كيعطيك اشاره، كيعطيك واحد الاشاره ها شنو هو الفن الراقي، لان ذاك الوقت راه كان مجموعه ديال الامور كتتداول في الاذاعه وكذا. مازال كنذكر ديك الساعه بالتبلينا حنا بالاغاني دي محمد عبد الوهاب، وحنا ولاد مازالين صغار. داك العام عاد دخلنا للثانوي، الثانوي راه ما كانش الاعدادي، من البروميير راني حصل الباك، مشينا للشراردة. وعلى كل حال كانت المسيره طويله الحمد لله، وعلى كل حال الاخوان اللي عاصرونا راهم عارفين الظروف اللي زدنا فيها، وقراو معنا بزاف ديال جنا الخريشي خلاص تخرجوا منها اساتذه كبار. راه من بين الشخصيات راه كان عندنا سفير في الفاتيكان، راه كيعرفوا الاخوان سي المعلم عبد الوهاب الله يذكره بخير، وهكذا يعني ذاك الوقت كان التعليم مزيان. الان انا ما عرفتش التعليم شنو وقع فيه، لان عندي الاحفاد ديالي والديهم كيقريهم، انا كنشوفهم بلي طابليت، وكنشوفهم كيخسروا عليهم الفلوس. ملي كنجلس شي ختار نراجع معاهم، كتجيب تبات عندي بنتي، بنت بنتي ولا ولد بنتي يدير شي نخدم معاه شي حاجه كنلقى مسكين مساك لا حول ولا قوه الا بالله. وعلى كل حال سمحوا لي راني طولت شويه، هذا طريف من التجربه ديالنا، والله يرحم الاساتذه ديالنا واللي حي الله يطول عمره. وبغيت نذكر من بين الاساتذه ديالنا اللغه العربيه والجنان الخريشي الاستاذ عبد الرحمن البوريسي، وكان نوجه له التحيه والاخوان ديالو من هذا المنبر. السلام عليكم. ونحن أيضا نتقدم بالشكر والامتنان لكل الأساتذة الأجلاء الكرام. شكرا الأستاذ حميد تغبلوت على المداخلة ديالك القيمة، بقى معنا عافاك في الاستماع.